رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن سيدتين من المحتجزين في قطاع غزة ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى 4 سيدات لأسباب إنسانية. وذكر البيت الأبيض أن بايدن جدد التزامه بالجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى وتوفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين والمدنيين الآخرين في غزة. وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي أكد ضرورة الحفاظ على التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى غزة. كانت مصر قد نجحت أمس في إتمام الإفراج عن المحتجزتين وتسليمهما إلى الجانب الإسرائيلي. By the tragic loss of Palestinian life, including the explosion at the hospital in Gaza, which was not done by the Israelis. We mourn every innocent life lost. We can't ignore the humanity of innocent Palestinians who only want to live in peace and have an opportunity. This group, Hamas, unleashed pure, unadulterated evil in the world. But sadly, the Jewish people know perhaps better than anyone